السلام عليكم. عندنا اليوم 26 من مايو لعام 2021، حريق داخل ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بنادي ريال مدريد، حيث شهد الدخان الكثيف متصاعدا من داخل الملعب الذي يقام به بعض الأعمال التجديدية منذ عام، وقد قام قوات الإطفاء بمحاولة السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل الملعب. إذا أعجبك الفيديو رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.